أوكي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، عونك يا كريم. إن شاء الله درسي كان درسي كتابة تفسير القرآن سورة فاتحة الرجل الكبرى. أعوذ مالك كتاتي دبني وهم ذات برسني جرى أرى إن شاء الله. بسم الله الرأي قال البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم معناها هي كون سي أبدأ بتسمية الله وذكره وتسبيحه قبل كل شيء، وان هند دور مكا ربي ده دار ربي كل لي سودان اي غلاج مستعينا به في جميع اموري امري هند كيسات سانغر غاسف جودان، فانه الرب المعبود بحق حق ان جبر من ربي سني واسع الرحمه كرحمن يم لي غتني اساب الذي وسعت رحمته كل شيء كرحمن اسا وهم درب المنعم بجلاله النعم ودقائقها المتفضل بدوام الفضل والرحمه والاحسان. حكمتها حكمة لما اللي قلتني بس ملان إيه قالونك أبدو مال إيو كجنو تاتي. ابتدأ الله تعالى بسم بالبسملات سورة الفاتحة وكل سور القرآن ما عدا سورة التوبة. ربي كنا سورة فاتحة دا بسم الله إيه قالي أكما سورة نبرالي وان سورة توبة هنتهينم هندي ثاني بسملات قبل تنبيها على ان ما في كل سوره في كل سوره حق. ربي مالك بسم الله عليه قال ايه رنا ما تم سوره ابجد جمالي واني سوره كان كيس قران كان كيس جرهون دي هل اجي سورتنا ما قديش وجد ووعد صادق للعباد بين لما رجاتي قبروتا فهو سبحانه يفي لهم بجميع ما تضمنت السوره من وعد ولطف وبر واشهاد الى استجاب بالبدءه بالبسمله في كل الاعمال التماسا لمعونه الله وتوفيقه ومخالفة لغير المؤمنين الذين يستفتحون أعمالهم بأسماء آلهتهم أو زعمائهم. ركاب مليا قرتنين ورا فالا ورا إسلام أجرن ورا وان دلقن هند دلقا إساني وان بنن هند مكاتا بوت إساني تيم بنن. قال بعض العلماء قرين علماء اللي جدني جرن إن بسم الله الرحمن الرحيم جد تضمنت جميع الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم انتم شريعة هند أفكيسك أبد تجرتي أكمت جنان لأنها تدل على الذات والصفات. إسيتنا ذات ربي رتي لنا ما قليلتا الله بسم الله وكجن تاتي الرحمن فالرحيم صف ربيتي ذات ربيتي في صف ربي رتي ما قليلتي كنافسين تضمنت جميع الشرع. شوف شريعة دا ولك أبد تجرتي جدا. هل هي آية من السورة سورة فاتحة آية مؤكمي سورة هندر رايسين بسم الله الرحمن الرحيم دون آية مؤكمي قافي دا. اختلف العلماء في البسملة بس واي بسملة كان كيسة علماء واللبني جرانين أهي آية من الفاتحة وغيرها من السور إسين فاتحة آية دمو سورة هم در أيو آية دمو أحكمي جران على ثلاثة أقوال جت صديق كيس جران. فقال المالكية والحنفية ليست البسملة بآية من الفاتحة ولا غيرها ورم مالكيوتا في حنفيوتا ما جران. بسم الله فاتحة اللي آية متي سورة برار اللي آية متي إلا من سورة النمل في أثنائها سورة نمل كيس قفتي ولك إساء كيس الدبتمتي أجر رأيي إسين جرانجرين وري مذهب مالكيوتا في حنفيوتا قمس دبن. لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حديث مالي فرأته حديث تقجر كان سوديس أبي بكر في رسول دوبان صلاته عثمان دور عن اللي عمر في عثمان دوبان عن اللي فلم أسمع أحدا منهم نمت وكنا جنسان الرا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من قرأ الجروج أي أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤون البسملة في صلاتهم في مسجد المدينة إلا أن الحنفية قالوا يقرأ المنفرد بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة في كل ركعة سرا. قروا الحنفيوتا ما جرا وتسمبرها هافنا نمني قبا صلاته يرو صلاته بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة دوبا بسم الله الرحمن الرحيم قد كبتها قرأوا جرا. فهي القرآن نسين قرآن لكنها ليست بعض السورة قري سورة الرأي متيسين قروس قرآن الرأي وإنما هي للفصل بين السورة بسين كايم تي سورة قرقر باسو كايم تي قروا يتقرأتا قد كبرد قرأ آج الأولي هني فيه لا في الفاتحة ولا في غيرها. وقال المالكية ور المالكية رجل لا يقرأها في الصلاة المكتوبة صلاة واجبة كستين قرأوا جهرا كانت أو سرا جهري تاتو سري تاتو لا في الفاتحة فاتحة كيسات ولا في غيرها من السور ويجوز قراءتها في النافلة سنة كيسات قرأوا دن داجر ورمالكيوتا. وقال القرطبي قرطبي نموني جري الصحيح من هذا الأقوال جيتشوتا كان راجتش برين جيتش قارين قول مالك
لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما بطريقة التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه، لكن هذا غير ذاهب، لأنه ليس بلازم تواتر كل آية. وقال عبد الله بن مبارك: إنها آية من كل سورة، لما رواه مسلم أن قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقال: فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جدير رقم ربي قاف تقول جدوك نتك قبيتين أتشي ويتبايفتي والكائن على إيه مالي أتشي خلفاني والجريتين جنان مالي يا رقم ربي ما لقيت جنان سورة وهيتو أمو متانا نرتبو إيه دو تنجد إيه أتشرى والكائن فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر جدي تنقرأ أنا أفو مالي سين آية قرآن الرأي. وقال الشافعي والحنابلة: البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة، إلا أن الحنابلة قالوا كالحنفية يقرأوا بها سرا، والشافعي حنابلة لمجرا بسملان آية فاتحة الراتاتي يجب قراءتها في الصلاة، صلاة كيسا قرأوا دركمتها، إلا أن الحنابلة وري حنابلة موك حنفيوت سنجر أمالي سر قرأوا قبادر أنك قباتيه ولا يجهروا بها. وقال الشافعي: يسر بها في الصلاه السريه، صلاه السريه كذا قد كبتني قراني جدي ورجابيوتا، وجر بها في الصلاه الجهريه كما يجر في سائر الفاتحه. ودليلهم على كونها ايه في الفاتحه لما رواه الدار يعني انا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قراتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، انها ام القران وام الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم احد اياتها واسناده صحيح. ودليل الجهر بها لدى الشافعيه ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بسم الله الرحمن الرحيم ولأنها تقرأ ولا أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ، فكان سنته الجهر كسائر البادية. اتفقت الأمة على أن البسملة آية في سورة النمل، وعلى جواز كتب البسملة في أول كتاب من كتب العلم والرسائل، فإن ولي قالت أمني ما درى ولي قالني فاتحان بسم الله الرحمن الرحيم سورة نملي كيست آيتها قروا قرآن في وكتابه توان قال قال درر رتي بري سرتي ولي قالني جرني من كتب العلم والرسائل، فإن كان الكتاب ديوان شعر فمنعه الشعبي والزهري وأجازه سعيد بن جبير وأكثر المتأخرين. فضل البسملة صدرك ملك تني بسملان قبض. قال علي في قول بسم الله: إنها شفاء من كل داء وعون عن كل دواء، وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به وهو اسم لم يسمى به غيره، وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحا. كاسي أيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاروق ربي تي رب العالمين ربي عالمه الرحمن ربي شوف انا ماتي رحمته قد اكته الرحيم خاصه للمؤمنين مؤمن توت قف رحمته قد اكته مالك يوم الدين مالك يوم الدين موتي ويا جزاء إياك نعبد يا ربي سمك فكبرا وإياك نستعين سمان غرغار سفن اهدنا نقعد الجي صراط المستقيم كرا قد الآبات الرتي صراط الذين كرا إسانا أنعمت عليهم إسان رتي ترى أولتي غير المغضوب عليهم ورام ملك التني دلنسون إسان رتهم قد أمين وهو النصارى وري دلنسون ربي إسان رتهم قد أمين إسان نصارى ولا الضالين كرام ملك التني جلدوت عليك انتهين وهو إن ملك هم إسان اليهود يهودا كرام ملك التني إساني كنتهين كرا ورى إسان رتي تور أولت يا رب نقعد يلجي إهدنا أيتونغون أي ثبتنا عليه كرا إسان رتي قد ينقعد. فالمراد به دوام الطلب واستمراره وغير المغضوب عليهم في حذف تقديره غير صراط المغضوب عليهم جدوا اهدنا الصراط المستقيم نكاد يلتي كرا قد ابتا الرد صراط الذين كرا اسانا انعمت عليهم اسان رت تولى اولتي سان رت قد نداب سرت نترسيس غير المغضوب عليهم غير المغضوب كان دوب غير كان كيس حذف الدرمالي مال الرابده غير صراط المغضوب جدوا كرا ورات رد لنتي كنتهين ولا الضالين كرا جلتوت عليك كنتهين كرا نقعد جنن نسك نسون كرا كمره كرا قد ابتا كرا ورا اتيرتي تورا اولتج كرا ورا صالح توتا ورا شهداء توتا هاي اريم بقولك انا
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أيه، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده. سورة البقرة. سورة بقرة مدنية، إسين سورة مدينات، إلا آية ربما ما في سدت تمي تكامل، فنزلت بمنى إسين من التبوتي حجة الوداع إن كسرتي، وآيتها آياني سورة بقرة 286، آية ربما ما في سدت تمي جها، وهي أول سورة نزلت بالمدينة. سورة ملي قرتني دور مدينة تبوتي كيسا سيتكا سورة بقرارة. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده. حروف مقطعة، وأن اتفق رب مكينة بيكا. سميت هذه سورة سورة البقرة. سورة بقرات، ونسين سورة بقرات الأمتة وممتة لاشتمالها على قصة البقرة. قصة بقرة وفي قصة عبدي قصة أدو توتا موسى توتا وري موسى الآسن، التي امر الله بني اسرائيل بذبحها، واي بقرات رب بني اسرائيل قراء جريت تاج الجسم لاكتشاف قاتل انسان بان يضرب الميت بجزء منها هم نسيدا ولندوا في ام ليغر تنين متشر متشاج جسم اتشيكيسا باتي اكاسيتي ام ليغر تنين بكمال جراني سنيد رب اتشيكيسا تونيك اسام بقرات بدم تيف جتشا رب سين ام ليغر تنين سوره بقرات جرامتي موقفم تيف جتشو. سورة بقرة صدرك ملي قرتني قدك أبدي ثواب قدك أبدي، ويقال لها فسطاط القرآن لعدمها وبهائها. بريد مسيتي في ملي قرتني شافي قرآن جلنين وكثرة أحكامها ومواعيدها قرصا في حكمه الدوف كيسك أبدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. فيه تقرأ فيه سورة البقرة. منك استنت أبرين تأسيسنا القرآن كيستي قراءة سورة بقرات مني سين ملي قرتني كيستي قراءة أمتو شيطاني كيسا بقاتاجر. أيه، وإن لكل شيء سنامة، وإن سنام القرآن سورة البقرة ملي هذه سبراء كيستي اللي وإن هن دلوك أبدي دلون قرآن سورة بقراتي فجر المسلم ملي قرتني، وإن سنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيتي ليلة لم يدخل الشيطان بيته 3 ليالي. نمني الكلمة نساء كيستي سورة بقرة قرأة شيطاني ما نساهن سيمويا. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده. وأن اتفق رب مكينة بيك. ذلك الكتاب، ذلك سن الكتاب كتاب الذي لا ريب فيه. كقول أما اللي قلت لا ريب فيه شكيني سكيس انجر القرآن اتبانا هدى أجل مهالتهن للمتقين ورى ربي إساني صداتني الذين متقين سنو الذين إسانا يؤمنون أمنا بالغيب. فقلت أما اللي قلتني كأمنا ونسان الدمن المالي من حساب وجزائي وجنتي ونار وغيرها. وان قال قرا ملي قرتني كيسان الرافقو جرو نمني جنة ارجنجرو نمني ملي قرتني عذاب ارجنجرو نمني حساب ارجنجرو نمني عقاب ارجنجرو كفقو تم ملي قرتني اتي امنا. ويقيمون الصلاة كصلاة ابا ومما رزقناهم وان تساني كن نرى لي ينفقون ككنة. والذين اسانا يؤمنون امنا تكادوك امسا بما انزل اليك وان قام كيتتبو فمي وما أنزل من قبلك وان سدرت اللي بوفمي وبالآخرة آخرتي هم إسان يوقنون كرقو أمسن. أولئك أرمي أكاسيس على هدى أجل مرت تهورا من ربهم أجل من سر ربي إسان راكته. وأولئك أرمي أكاسيس هم المفلحون إساني ملكاهون. إن شاء الله نرزين كنك راكنا فكذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي أستاذ كلتوما، جزاك الله خيرا. ان شاء الله ربنا نوبتار ما في خلاص كذا باتر تام ما بحثين انجرو ما بود بحثين قول بحثين قول نوع كرم خو لا عشان كانوا في توجد فيها، كانوا في مالوين نيتا الأستاذ لا 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 ركز ان بدوش انت بيك وبحثين بحثين كرم ولا أستاذ بحثين.